الحوارات للضيوف لا لا كانوا لا لا، موجودين ولا بشكل الأعمال؟ عام، بشكل عام يعني التكالب على ان هم ياخدوا فرص كتير، يروحوا يعملوا اي عمل بس عشان الفلوس. يعني الفلوس بالنسبة لهم حاجة كبيرة، مش مهم هم بيعملوا ايه، بس المهم هو بياخد ايه. ففي الاختيارات المبالغة في الادوار الأجور. مثلا ممكن تقبل اي حاجة عشان الفلوس، عشان الظروف، عشان انت مسؤول وعندك التزامات والحاجات دي. لا طبعا، بس كل حاجة طبعا بالعقل، ونوعية العمل اللي انت هتروح له، وممكن ضيف الشرف هنا اللي انت هتعمله. فيعني مثلا زي الفلوس اللي بتيجي حضرتك مثلا عن طريق السوشيال ميديا، في فعلا في ناس بتقدم محتويات محترمه فعلا بجد، وانا بحب اشوفها، طبعا سواء في الطب، سواء في الهندسه، سواء في اي اي مجال من مجال، المجالات. المهم المحتوى يبقى محترم. بخلاف النهارده مثلا بيطلع لنا شباب النهارده ما شاء الله عليهم، يعني انا والله ما بتنمر على حد، واللي ضايع في مخارج الفاظ، واللي مش ايوه عارف كلهم ايه، عايزين ممثلين، والبلطجة، بلطجة الكلام. انا بشوفها بشكل اخر. يا جماعه دي مصر، مصر اكبر من كده، اما تبقاش هي الصوره دي. مش الصوره اللي احنا بنشوفها دي. بس عندك مشكله، ان في منتجين وفي ريجيسرات وفي ناس بيجيبوا شخصيات دي، ما هو تبقى انت بحجمك وبتاريخك تلاقي ان حد موجود في المشهد، ليك مشهد مع حد ملوش اي علاقه بالتمثيل، اوكي، ده لمجرد انه ترند. ده حضرتك الفلوس اللي حضرتك بتقول عليها، هو بيدور على اي فلوس جايه من مصدر، يعني اي هو بيدور في الاول وفي الاخر على مصلحته، مش بيدور على مصلحه المجتمع اللي عايش في وسطه. علشان كده انت عملت دور واحد او مسلسل واحد بس السنه دي في رمضان. انا عملت مسلسل واحد نظرا ان انا كان عندي شغل مع الاستاذ هنيدي بره مصر. المسرحيه بتاعتك. بالظبط. طبعا هي مكسره الدنيا، فالمسرح بياخد مننا بروفات كتير، فطالما مش هقدر انسق لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بمناسبه محمد هنيدي، لا خالص، ارض النفاق 2 ايه الاخبار؟ ان شاء الله هيبقى في جزء تاني باذن الله مع الاستاذ هنيدي ان شاء الله. سيزون رمضان ولا خارج السيزون ولا مش عارف، بس هو الاستاذ هنيدي اعلن بنفسه ان في ان شاء الله جزء تاني، وقريبا